Welcome to day two to our NRTI workout. اليوم راح نبلش ب warm up ونرجع بالإكسرسيت. ما تنسوا تتنفسوا لأنه الإكسرسيت راح يصيروا أقوى أكتر. So أول warm up هو بنفتح إجرنا الشمال لقدام، الكعب إجرنا اليمين بضل على الأرض. I bend بطوي إجري الشمال لقدام مع جسمي عم بيقدم أكتر، بطوي وبنزل وبطلع، بنزل وبطلع. هلأ فيني أعمل نتفة شيك لإجري وبرجع على إجري اليمين. إذا بدنا نحس أكتر بسترتش من نقرب جسمنا لقدام أكتر، so we bent our knees، بنطعج إجرنا الإدمانية، كعبنا الوراني بيضل على الأرض، and we stretch. Last one and release. فينا نعمل واحدة زيادة مش مشكل. So هلا رح نبلش هلا بتاني بأول إكسرسيس. بنوقف إجرينا مع بعضهم، إيدينا على خصرتنا. So نفتح إجرنا شمال على السايد قد ما فينا ونتعجى ويبنت جسمنا، بيكون لقدام بنص الجسم، يعني كأنه عم نعمل سكوات وجسمنا بالسنتر، تقلنا على كعب إجرينا، ركبتنا aligned مع الهيلز تبعنا مع كحلنا. So في افتح اجري شوي اكتر اذا بدي، ولما اطلع بطلع بفرد مرة. سو برجع بفتح اجري شمال بنخ وبرجع على الفيرست بوزيشن، open bend and back to first position. هلا we are practicing open bend and back to the okay. البوش اب هيدي اللي عم نعملها بتشغل أكتر الانر ثايس تبعنا، سو مشان هيك بنعملها دغري، يعني بنوقف ونرجع دغري، بنوقف كأنه عم نحملها ونرجع. سو هلا صرنا عم نعد 7 6 bend and up 5 up 4 push up 3 push up. ما تنسوا تتنفسوا على طول، النفس لازم يكون مرافقنا. اوكي لاست وان عملناها، هلا بدنا نرجع على ال basic squat down and up. كمان كمان برجع البط تبعي مؤخرتي لورا، واقفة على الهيلز تبعي، making sure انه الركبة والكاحل aligned. So 4 3 more counts 2 and last one. Okay, من هون I shake my knees شوي، my legs شوي، بريح حالي شوي. هلا رح نرجع نعمل نفس الشيء على ال right side. بنبلش legs together hands على ال hips تبعنا، بفتح إجري اليمين I bend وبنزل بالcenter تبع جسمي، بنزل ال upper body تبعي بالcenter، مؤخرتي عم ترجع لورا، تقلي على كعبي وبرجع بحمل إجري وبردها لمحلها. So open bend and back، وما بننسى نتنفس open bend and push up. هلا رح نبلش لل 8 counts 8 bend push up 6 bend push up 6 bend push off 5
4. Last two. هلا كمان نرجع على basic squat position. بنزل basic squat down and up, down and up. Down and up. إيدي على خواصري أو إيدي in prayer position. بس إذا بننزل أكتر ممكن إيدينا لما يكونوا عاليين يساعدونا إنه ننزل أكتر. 6. So we're counting لـ 8. كل واحد منكم count for himself. مهم نعمل A count. Stay down. لما نخلص نبقى تحت. بنحط ايدينا على الهبس على الهبس and we نعمل lift and down. lift 6 5 4 3 2 and 1 shake your legs وبشوفكم بالday 3. bye.